سؤال، ما هو سؤالك؟ من هو أول من رفض الصحابة عليهم رضوان الله؟ الله تبارك وتعالى، الله، الله تبارك وتعالى أول من فعل ذلك. أنا أقول لك هذا في القرآن الكريم، أول من رفض الصحابة وفضحهم هو الله تبارك وتعالى. أنا أقول لك هذا في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما إنما نحن مستهزئون. صدق الله العلي العظيم. هذا الله أول من رفضهم وفضحهم. هؤلاء كانوا صحابة، هؤلاء كانوا صحابة يظهرون الإسلام ولم يكن في قلبهم إيمان، يخادعون الله والذين آمنوا. إذن فلماذا قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم؟ هذا نؤمن به. وإذا أمكنك إذا أمكنك أن تقرأ مع الآية ما بعدها أيضا. لا يمكن. لماذا لا يمكن الآية ما بعدها؟ لأني لا أحفظ. أنا أقرأ لك ما بعدها. نعم بارك الله فيك. أنا أقرأ لك هذا الآية لأنكم إنكم تقرؤون آية ولا تقرؤون ما بعدها أخي الجليل، هذا مشكلتكم. أنا أقرأ لك الآن ما بعدها، وإني أحفظهما ولكن لا بأس إني أبين لكم من المصحف وهو أفضل. لا لا اقرأها من رأسك أفضل. لا أنا لا بأس، أنا الناس شاهدوني أنا أقرأ ذلك الآية دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا الآية الذي قرأتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه الآية قرأت الآية الأولى ولم تقرأ الآية الثانية، وممن حولكم من الأعراب منافقون. نعم. أي نعم. ولكن هناك سؤال يا أخي، فهؤلاء المنافقون كانوا صحابة ونحن نؤمن. نعم. دقيقة دقيقة أجيب عليك. دقيقة دقيقة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا نؤمن به. ومن لا يؤمن به كافر خارج عن الدين. ولكن الله لا يرضي عن أحد إلا بشروط. شرط الأول هو الإيمان. أعطيني مثال ممن شرط الأول ممن يرضي الله منه هو الإيمان والوفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم العداوة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والظلم لأهل البيت صلوات الله عليهم. بل إن الله رضي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم حتى إلى يوم القيامة، حتى الناس اليوم نحن نتبع هؤلاء السابقون الأولون نتبعهم بإحسان. فالله رضي عن الكل، هذا ليس مخصوصا للصحابة، عن الكل. أما بشروط، الشرط الأول الإيمان. إذا كان بالك من المهاجرين والأنصار رجل منافق الله لا يرضى عنه، بشرط الوفاء، بشرط الإطاعة، بشرط التقوى. نعم، ولكن بدون هذه الشروط منافق الله يرضى عنه لأنه من المهاجرين والأنصار. الآية ما بعده وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، بل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا ليس آية من القرآن، فقد تقرأ آية واحد. بارك الله بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.